تعرف احمد شو عمل؟ ضربني كف لما انحبس. ما احمد جد كثير فصل يوم هذا. نارين حكيت عن المشكله اللي صار بينه وبين احمد. تاثر هي بدها تقبل الاعتذار. حرك مو فلوكت مع انس الشايب. احمد ابو الروب جوا شو كان احساسك؟ ما بتجنن صراحه. في حدا بحياتك تزوج عشان يصنع محتوى اكثر؟ ما بشوفه زواج صحي. مرحبا بحلقة جديدة من بلا حدود. اليوم معي ضيف كلكم بتحبوه، معنا عمر أبو الروب. هلا والله. اشتركوا بقناة مزاج، كمان اسمعوا البودكاست على كل القنوات هون. أهم شيء ما تنسوا كمان تشتركوا بقناة عمر، اكتبوا تعليقاتكم. إذا في سؤال أنا نسيت أسأله اسألوه، وعمر هو رح يجاوب شخصيا عليهم. أوكي اتفقنا. حطيتك تحت أمر الواقع، بدي أتعرف عليك أكتر. أنت عمر أصلك أردني؟ نعتبر أردنية بس أصلنا فلسطيني، العيلة أصلها فلسطيني. سو أنت خلقت وربيت بالإمارات؟ لا بالإمارات. وإمتى رحت على الأردن؟ أنا لحالي رحت على الأردن ب 2018، قبل 5 سنين. سو ليه قررت تنقل على الأردن؟ الأردن كانت عشان دراسة. أنت شو عم تدرس هلأ بالجامعة؟ هندسة. هندسة؟ تقريبا خلصت. الناس فكرتني خلصت بس يعني. بتعتبر حالك أنت فلسطيني أو أردني أو إماراتي؟ طبعا أصل الفلسطيني بيعطيني كثير شغلات، طبعا بيعطيني نوعا ما هوية صح. الأردن بلدي صراحة بحبها كثير، والإمارات كمان ربيت فيها وبحبها صراحة كثير. يعني كل ذكرياتي هون، كل شيء هون، يعني أي شارع بمشي فيه بالإمارات أتذكر إشي، عرفت علي؟ لهلا يعني بضل أتذكر شغلات. أصحابك هون كلهم؟ حياتي كثير، إنه حياتي معظمها هون. نحن مش أول مرة متصور مع بعض، صورنا سوا حلقة هوس الجمال مع ليلى عقيل. كل شيء تغير، كثير تغير. أي سنة كثير كانت كبيرة. في كثير عالم بيعتبروا محتواك القديم شوي تنمر، فينا نقول. في كتير عالم بيقولوا تنمر، في كتير عالم بيقولوا محتوى بناء. هلا ممكن زمان أنا كنت أركز على الشخص أكثر، يعني عمل هاي الشغلة الفلانية، خلينا نشوف شو كل الشغلات الغبية اللي عملها نستلمه كامل. لا، نشوف الإشي اللي عمله، بعدين الفيديو صار عن الإشي اللي عمله نفسه، فالشخص صفى وسيلة نفتح موضوع. أعطيني مثلا مثل شي صار معه. ممكن الشي اللي عملته يعتبر تنمر، هلأ صار يعتبر أنه تفسير بناء. تحته أسوأ فيديو باليوتيوب، كان في فيديو موفلوكس نزله مع أنس الشايب، طبعا كل الحب للاثنين جد، يعني ما عندي إشي شخصي هون. الفكرة أنه ما في إشي شخصي جد. أوكي. ما في إشي شخصي، لما يحضر الفيديو هو عارف أنه ما في إشي شخصي. مين هو؟ شو ما يكون موفلوكس أو أنس، الاثنين عارفين أنه ما في إشي شخصي. فالفكرة كانت من الفيديو أنه موفلوكس بيجيب 100 بنت لأنس، وأنس بيختار زوجة منهم. واللي فكرة موجودة عند الأجانب مثلا، سايد من بيقبلوها كثير، اللي هي 20 girls vs 1 guy، شاب وكون في 20 بنت. بس اللي يختلف شعور البنت بالفيديو. تطلع على البنت تعرف في إشي مختلف، طريقة التعامل، كل شيء، طريقة التنقاي. في لحظة من اللحظات بهذا الفيديو اللي عم بحكي عنه مثلا، كانوا بنقوا البنات من شكل رجليهم. أوكي، اللي هو كثير إشي غريب. طيب بس نوعا ما كمان إنه في بنات بين كثير إنه حسوا إنهم بشعين، إنه حسس البنت إنه هي مش حلوة. طيب فأنت نوعا ما عم بتحسس البنت إنها إشي، عم بتقلل من قيمة المرأة. من قيمة المرأة. بمسك الموضوع، ما بمسكه شخصي أكثر مما هو أشرح لهم ليش هذا الإشي غلط. شو كان رأيك؟ ما بعرف، بشوف إنه ولد صغير يحضر هذا الإشي شوي غريب، الشغلات اللي حياخدها منه. أول إشي هدفي طبعا مش يقلب الموضوع على موفلوكس أو ما فهم، مو بأي طريقة عم بحاول أجيب الموضوع سلبا إلهم. عم بحاول أجيب أحسن حالة ممكن تطلع من سيناريو سيء. يعني صار الإشي، نزل الفيديو، حضروا 6 مليون القليلة، في 1.5 مليون حتحضر الفيديو تبعي، تشوف الطرف الآخر من الحوار. أوكي ودائما أنا بشوفه مثلا، أنا بشوف إنه الرأي مهم والإشي اللي بيظهر مهم. هذا التحول كله أكيد أثر على مشاهداتك، لأنه كلنا بنعرف إذا بتتنمر على شخص بتجيب مشاهدات أكتر، إذا بتتنمر على موضوع بتجيب مشاهدات أقل. في منه صح، في منه. اللي ليش أنت قررت تحسن من محتواك؟ هلا أول إشي ردة فعل الناس أثرت كثير، عشان لما يجيك ردة فعل إيجابي على فيديو هاي إشي كثير إشي مريح، إشي هيك بعطيك إنه بتحس حالك عملت إشي، تحس حالك غيرت، تحس حالك محترم. أنا لما يوصلني مسج إنه مثلا حدا حضر الفيديو اللي عملته عن مؤامرات الزلازل يحكي لي إنه ارتاح، إنه كان خايف، أنا بنبسط إنه هذا الشخص ارتاح، بطل عايش بخوف. في جزء منها علاقات شخصية، في جزء قبلنا أكتر على هيدا الموضوع. صراحة وقعت المشاكل، ما راح أكذب، الناس عارفة، وقعت المشاكل قانونية، حتى وصلت قانون. في إشاعة بتقول أنه أنت انحبست، شغلة قضية وهيك،
صار فيها حبسة يعني، ومش مرة واحدة يعني. شو الموقف اللي صار اللي انت انحبست عليه؟ ما بقدر احكي، بس يعني عامة كان جزء كبير من التغيير، بس كان التغيير قبله يعني، بس هذا ما حكذب انه هذا اشي كمان اثر بالتغيير. خبرني كيف كان الاحساس؟ نوع المذلة اللي بتضرب على الهيكل، على الايجو تبعك، على الهوية تبعتك نفسك هيك. إذا تحس هيك فاهم علي، إنه حدا جاب دبوس فقعك. اليوم أنت بعد كل مشاكل قضائية اللي قطعت فيها، وبعد الحبس، وبعد مشاكل الشخصية اللي عم تقطع فيها مع أصحابك صناع المحتوى، بتحس أنت هلأ صار بدك تاخد خطوة واحدة لورا بتنقيتك للمواضيع اللي بدك تحكي فيها؟ شوف صراحة بعد الشغلات اللي مريت فيها كلها، مشاكل شخصية على مشاكل قانونية نحكي، على 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 الإشي الوحيد اللي فكرت فيه هي خطوة للأمام، ونفسي أخدها من زمان. أحكي عن الموضوع عشان الموضوع لا يربط بشخص. أنا باجي بلاقي موضوع، كيف بلاقي موضوع؟ بلاقي إشي relevant، إشي الناس مهتمة فيه، الهدف إنه نفتح الموضوع. ما بعرف كانت ردة فعل أهلك لما انحبست؟ أنا مش فارق معهم، هذا اللي بحبه فيه بصراحة. شجعوك؟ كانوا سندوك ولا إجا قالوا لك ليه عملت هيدا الشيء غلط؟ طبعا في ردة فعل اللي بلا هبل، أوكي مصيبك من الشغلة إذا بتعملك مشاكل طبيعي. المهم ننتقل لمواضيع أخرى. علاقات شخصية، أعطينا أسامي. ما في، شوف ما في مشاكل، ما في مشاكل، إنه حتى الناس اللي كان في مشاكل بيني وبينهم هلا إحنا أصحاب كثير. كثير منهم صار يبعثوا لي إنه أوكي آخر فيديو، متى حتنزل فيديو؟ وهذا الشيء بيفرجينا إنه إذا أنتوا كنتوا قاطعين بمرحلة في كم شخص مش حابينكم، بتقدروا تحولون لعالم مشجعين لإلكم. طبعاً طبعاً. سو أنت اليوم صرت بمحل تحسين محتوى بسبب الأشياء اللي قطعت فيها، بس اللي عم شوفه فيك أنه دايماً تاخد الإجابة من كل مشكلة بتقطع فيه. من يوم يومي هيك. أنا آخر مرة قطعت فيها بفترة لنقول حزينة، أو يمكن بفترة اكتئاب، بتتذكرها؟ ممكن هذا الشهر، ممكن بعتبره أصعب شهر بحياتي يعني حالياً. ليش؟ ما بقدر أحكي، بس يعني في كثير شغلات ببالي كثير كثير. يعني انت كل ما تصور محتواك هلا بتحط وجه السعاده وبتحكي عن موضوع وما حدا بيعرف عن جد انت شو عم تشعر. لازم الواحد يكون شو بسموه ستويك، يفصل المشاعر عن حياته. كيف تفصل المشاعر عن حياتك؟ خلص هيك 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 كان بصير هون، بس شغلي ماشي، انا هذا الشيء بحبه، هذا الشيء هو جد يعني. كيف اقول لك، انا نوع الشخص اللي لما يوقف اليوتيوب انا نفسيتي ساعتها جد بتاكل هوا. هو الإشي اللي بمشي، عرفت علي؟ أنا هون بحس حالي حياتي بعدها ماشية، هون بحس إنه أنا عم بعمل الإشي اللي بحبه، عم باخد ال هذا، عرفت علي؟ الشعور إني أنا عم بنجز. لقيت هويتك من خلال صناعة محتوى على اليوتيوب، عندك كتير متابعين بحبوك. الحمد لله. ليه بتعتبر في كم متابع ما بحبوك أو فقدتهم مع الوقت؟ محتواي يتضمن رأيي، معظم رأيي، والرأي بتحمل إنه شخص يعجبه وشخص ما يعجبه، عادي، هذا إشي طبيعي. لاحظت في شيء ما سألتك من أول حلقة، ولا يعني سألتك باختصار بس ما كتير ركزت عليه من أول حلقة، وأنا قصدت أنك أنت أخو أحمد أبو الرب. خلاص. ليش؟ كثير فاصلين عن بعض أنا وأحمد، جد كثير كثير فاصلين عن بعض، شغلنا لا يتماس أبدا. بس أنا قناتي كاملة يعني اللي فيها هلأ 400 وإشي، ممكن في 3 فيديوهات 4 فيديوهات بس مع أحمد، جد ما بلغي فيديوهات ولا هم 4. الحمد لله بنيت، وما حأحكي إنه أحمد ما له فضل عليه، أحمد ساعدني كثير. أحمد صراحة ممكن أذكى حدا بعرفه من ناحية يوتيوب. سؤال أحمد بلايبلي اللي أسألك إيه؟ إيش؟ لين إزت هالقد؟ شو قال لك؟ بدي أعرف ولا؟ ما جاي أسألك. قل لي بس ليه هالقد خفت؟ مش عارف شو عنده. كل عالم بيسألوك علاقتك أنت وأحمد أبو الروب قدام الكاميرا، بس كيف علاقتك مع أحمد خيك ورا الكاميرا؟ كيف ربيتوا سوا؟ قدي في فرق بالعمر أول شيء؟ 3 سنين. 3 سنين. انت قد ايه عمرك؟ انا هلا 23، احمد 26. 26. أيوه. كيف ربيتوا سواك؟ بشوف اشي كثير كثير كويس يكون عندك اخ اكبر منك، فاهم علي؟ عشان تعرف شو جيب لك، جيب لك الصافي على الشغلات اللي هم عايشينها اكبر منك 3 سنين. يعني اسمع، هاي اللعبه كثير حلوه، تعال نلعبها. اسمع ابصر شو، تعال نحضر WWE. شو الدور اللي لعبه احمد ابو الروب بانه يكون خيك الكبير؟ هذا مره في كنا بالباص على المدرسه، طيب فقاعد انا مع اصحابي وهيك، في واحد غريب كان، هيك شاب غريب، هلا صرنا بست فريندز يعني، وعادي هلا صاحبه، كل واحد عايش بلد. المهم فيسيدي هذا الشخص دقيت فيه، ما بعرف شو صار، انا بلشت خناقه وقعدنا نتصارع بنص الباص يعني بوكسات وهيك. طيب تعرف احمد شو عمل؟ اجا ضربه كف، ضربني كف. اوف.
عنده هاي اعطانا هاي المساواة. فضربني كف وضربه كف. شو كان عبالك خيك احمد يعمل بهيدا الموقف؟ يضرب الشاب وما يضرب يضربك؟ الشاب ما يضربني انا، هيك تتوقع صح؟ هذا بيفسر بعض اشياء اعمق. لا يعني بالضبط بفسر الديناميك العام. يعني عرفت علي؟ انا لهلا اظن هيك نفس فاهم علي. انا لو اتخانق مع حدا من اصحابي مثلا، من اصحابنا المشتركين، بيجي ببهدلنا احنا الاثنين، ما ببهدلني ببهدله هو بس. كيف ممكن تحللها؟ عنده شغله الحوار الصعب يعني، عرفت علي؟ شو يعني؟ يعني مستعد يجي يحكي لي الشغله السيئه بوجهي. يعني عمر انت مش صح بهذا الموقف، او انت عم تعمل شيء غلط هون، او هذا اهم شيء بالاخوه بشوف صراحه. بتحب هذا الشيء؟ اه. وانت بتعمل زيت شيء معه؟ اه. انا مثلا ما يعجبني شيء اعمله، بروح احكي له هيك انا شايفك غلط بهذا الشيء. اوكي، في عندكم علاقه الصراحه؟ اه عندنا الصراحه الزايده كثير هاي، بس احمد عنده صراحه زايده اكثر مني كثير. هذا الشيء بيفرحك ولا بيزعجك؟ احيانا الصراحه بتزعجك واحيانا بتبسطك. امتى زعجتك؟ لما يكون شيء مش كويس. مثل اعطيني. لما يكون مثلا عادي، انه مثلا لما يجيني يحكي لي اخر فيديو عندك مش عاجبني. اوكي؟ هذا كذا هو بيعطيني سبب، مثلا بحكي له شوف هيك انا شايف مثلا هيك غلط. اوكي؟ طبيعي يضايقني، اوكي؟ احيانا صراحة بتضايق، بس كمان بدك الصراحة هاي. صراحة هاي الناس بدور عنها طول حياتهم هاي. عم بتقول انه هو عنده خبرة كتير كبيرة باليوتيوب، فإذا عم بيعطيك نصيحة هذا الشيء منقدره، لأنه بيعرف بيفهم أكثر منك فينا نقول باليوتيوب. فإذا أعطيك نصيحة مع أنه مزعجة بس بتقدره. بس حتى مو مجال شغل، بس حتى مجال الحياة الشخصية. لو مجال حياة شخصية بموضوع أنت بتعتبر حالك أنه أنت أفهم فيه منه، ممكن يزعجك إذا كان صريح معك؟ طبعاً. نتناقش بالموضوع، بس عادي بضل هو على رأيه وبضل على رأيه. بس في الواقع اللي معظمنا بوجهه أصلاً أنه ما عندهم أصحاب صريحين أصلاً. اللي ما عنده أصحاب صريحين يسألوا حالهم ليش. ترى بشوف، أنا كمان بشوف شخصياً أنه بالسوشيال ميديا تحديداً معظمهم عندهم أصحاب مش صريحين. مين أصحابك أنت من صناع المحتوى؟ شوف السوشيال ميديا يعني قد ما أعتبر الشخص صاحبي، بضل حتى في نوع البروفيشناليزم تاع الشغل، الاحترافية يعني. في احترافية الشغل. فأصحابي معظمهم صراحة مش سوشيال ميديا بالمرة، والناس ما بتشوفهم أصلاً حوالي بالمرة. رح شارك شيء شوي شخصي صار معي، ولا مرة حتى شاركته شيء خاصه بأختي الصغيرة. أكتر لحظات هيك حزينة كانوا بحياتي، مع أني كنت كتير فرحان لإلها، هي نهار اللي هي كانت بحفلة لنقول خطوبتها. أوكي؟ طيب. رحت على السيارة وكتبت لها شيء صغير وبكيت كتير، لأنه هيك حسيت أن أختي رح تتجوز، رح تفن البيت. صار هيدا الموضوع بعتقد ب2015، وكتير زعلت يعني. لأنه حسيت أنه خلص كبرنا. أوكي. فتنا بالمرحلة الجديدة. فهمت عليك. لما أنت عرفت خيك بده يتجوز، شو كان أحساسك؟ كيف أقول لك؟ هي نفس هذا الشعور اللي تبع كبرنا. إنه أنا هلأ صرت أزور أخوي على الغدا، إشي كثير غريب. إنه رايح أتعشى عند أخوي. أصحاب أنت مع مرته صبا من وجهة نظرك؟ بتجنن صبا. دغري من الأول أنت صرت أصحاب معه، ولا لقيتها صعبة تكونوا أصحاب معه؟ لا عادي، كان في اضطرابات يعني. عادي، كل حدا بتعرف في اضطرابات يعني. ونوجه تحية لخيك أحمد ولسبا، ومنقول لهم مبروك على عرسهم. هيدا النهار أنت احتفلت فيه كلحظة عائلية، كلحظة شخصية، ولا حسيته نهار كتير اشتغلت فيه؟ لا، لحظة عائلية أكثر كثير، بس كمان يعني وظيفة أخ العريس إنه شو؟ إنه يحرث، عارفه؟ عشو حرث؟ مهام الصعبة. شو يعني؟ جيب بدلة، حرك بدلة، أعمل أبصر شو، جيب من هناك، جيب من هون، فاهم علي؟ قضيتها هيك. انت كان عندك اكتر وظيفة خي العريس الحقيقية، مش خي العريس اللي هو العريس صانع محتوى مشهور. لا، اصلا قصة صانع محتوى هاي كلها اصلا العرس يعني، فاهم علي؟ بتحسه كان عائلي ومضبط وكثير، فما بشوف اصلا سبب من اسباب الزواج الشغل يعني. وياما ناس تزوجت عشان بنفس مجال الشغل، وسهل يحكوا عن نفس المواضيع. أوكي. في نفس الشغلات بتصير بحياتهم قريبة عن بعض. أوكي؟ أوكي. طبيعي هذا الاشي، بس ما بشوفه قرار كبير كمان يعتمد على شغل فقط. مثلا انت ضد او مع انه صناع المحتوى يتجوزوا كرمال يخلقوا محتوى زياده ويجيبوا اعلانات اكثر؟ اذا النيه يتزوجوا عشان يصنعوا محتوى اكثر، ما بشوفه زواج صحي. ما بحسه اساس قوي. فتو الزواج اهم شيء الاساس فيه، صح؟ فما بحسه مش اساس هالقد قوي انه اوكي نحسن شغلنا وهيك. طيب بعدين هل هذا عامل بورجيك انك تقدر تربي اولاد صح مثلا؟ اسمع، بشوف انا انه اهم عامل من عوامل انك تختار مثلا شريك حياتك، انه هل هذا الشخص في المبادئ اللي بدور عنها بالشخص اولا، وهل هاي المبادئ بدي اشوفها باولادي. في حدا بحياتك هلا؟ لو في حدا او ما في حدا ما حتعرف.
اسمع ما بعرف حس الجزء كثير شخصي نوعا ما، بس اصلا يعني ما بعرف اي شغلات بشوفها لا بتلهي اكثر مما فاهم علي هلا حط هيك داخل طريقه تفكير اللي ورك اورينتد كثير بس مركز على شغل. اي عمر بتلاقي طبيعي الانسان يتجوز فيه؟ بحس كل واحد له قصته بالزواج، ففي ناس على 20 بتزوج، في ناس على 50 بتزوج، كل واحد على وقته. كل واحد له شيء صح. شو رايك بصناع المحتوى بالعالم العربي؟ بحس المحتوى اللي عم بيطلع من الوطن العربي كثير حلو كثير. عم تحس صار في تحسن هلا؟ كثير في منافسه عنا. مين اكثر صانع محتوى بتحب له محتوى؟ في دوبامين كافيين. كثير بحب محتوى. ليه بتحبه؟ بحب يعني اسمع حدا قاعد بحكي بلخص كتب. بلخص كتب وبعطيك الجست على الكتاب. حلو كتير. طيب وما نوعا ما محتوى كمان كنت بشوف حالي فيه. يعني بتحب المحتوى الثقافي؟ انا المحتوى اللي متوجه له حتى يوما ما حتشوفوني بهيك اشي، يا دخلوا بكتب يا دخلوا بافلام. ممكن تشوفك بالجيمينج؟ قريبا. ايه قريبا كثير بحب. خلنا نسأل العالم بالتعليقات عبالكم شوفوا عمر بالروب بالجيمينج. ايه اسمع، من انا وصغير بلعب كثير. شو بتلعب؟ حتى الناس شافتني بالجيمينج كثير. يعني كنت تلعب بلاي ستيشن كثير؟ كنت العب بلاي ستيشن كثير. بتحس انه المحتوى بالشرق الاوسط على طبيعيته؟ في هيك وفي هيك. بحس مجتمعنا اصلا في كثير حواجز اكثر من الاجانب مثلا. ليش؟ عندنا حواجز، عندنا عادات وتقاليد، عندنا الاعراف تبعتنا كعرب، وفي اعراف الدين كمان. فهي كلها بحسها بتصنع هذا النوع من الحاجز اللي بيضطر يورجي صوره غير حاله. انت بتورجي صوره غير عن حالك؟ ممكن شغلات، انا ممكن شغلات انا كذاب اعتبر عادي. اوف مو فاهم علي، ممكن لا ارادي الاشي، بس طبيعي ما اورجي الناس كل اطراف حياتي. ممكن هذا الاشي بيخليني كذاب بعين الناس، بس طبيعي بحسه انه تورجي صوره احسن من حالك على السوشيال ميديا، لانه انت بحالتك عندك اطفال بتابعوك. نحكي كمثال بسيط، مثلا عندك حدا بيعمل محتوى عن عن الصدق، طيب بيكون هو كذاب مثلا. انت عارفه، انت عارفه على مستوى شخصي انه هو ابعد حدا عن الصدق بالدنيا. طيب هلا انت انا شخصيا مثلا طبيعي ابعد عن هذا الشخص. اوكي، عشان في فرق، في فجوه بينه وبين السوشيال ميديا تبعته. بس كثير منهم هيك بيعملوا. في كثير صناع محتوى مثلا بيكونوا صناع محتوى بيحكوا عن السيارات وبيسقفوا كثير عن السيارات، وهن ما بيعرفوا شيء بالحقيقه عن السيارات، بس العالم تحضرهم لأنه طريقة تصرفهم، طريقة تفسيرهم لموضوع السيارات، لنقول طريقة ترفيهية وبتسليهم. فقد العالم تعتبر بتنبش على المعلومات ولا بتنبش على ترفيه وتسلية؟ شوف، بحس الناس في هيك نقطة حلوة بالمحتوى اللي هو تسلاي بس في فايدة. أي فيديو فوتك مشاكل مع العالم ولا مشاكل قضائية بس انت عملتهم وكان عندك ساعة انه انا عم بعملهم كرمال فيد العالم وما بيهمني شو كيف ممكن تأثر علي سلبيا؟ شوف، نحكي نبعد عن مشاكل قضائية. مثلا في عندك فيديو آخر هذا اللي حكيت لك عنه قبل شوية، فيديو الزلازل مثلا. فيديو الزلازل اجاني هجوم من الناس، يعني اجاني هجوم نوعا ما كبير من الناس. ليش؟ كثير من الناس هدول كانوا مصدقين المؤامرات هدول، عشان الناس بدها تصدق مؤامرات. طيب اسمع الرأي الثاني. شو رأيك بمحتوى الدراما؟ هذا ما فيها اي شي غلط، عادي اعمل بدك اياه، هذا الناس متسلية. شو ابشع تعليق سلبي سمعته؟ في المسبات اللي بتيجي بالعرض، لما يكون مثلا تعليق على محتواك، تعليق على نقد على شكلك، نقد على ابصر شو ما يكون. اوكي، بتلاقي طريقة تبرر الموضوع انه اوكي بلكي هيك بلكي ما بحبوا شكلي، ما بحبوا بلكي مثلا علق على شكلي عشان مثلا ممكن غير عادي مثلا. بس لما يجي المسبة عليك على اهلك هون بتصفن. موقف حلو صار من خيك احمد نارين، حكيت عن المشكلة اللي صار بينه وبين احمد. أوكي. وطلع خيك كمان مش من زمان اعتذر عن الموضوع وعبر اكتر مشاعره عن الموضوع. شو رأيك بالموقف اللي عمله؟ هو غلط كان الموقف. أوكي. الأساسي، الفيديو الأساسي غلط، وأحمد ما اعترف بالموضوع، متأسف. هي بدها تقبل الاعتذار، حرة بدها تقبل الاعتذار، حرة كمان. يعني كونك اعتذرت عن إشي ما بحطك بموقف إنه شخص تاني لازم يسامحك 100%. هي حرة بدها تسامح ولا لا؟ إذا حدا عمل هذا الشيء فيك كنت سمحت؟ أنا من النوع اللي بحقد، أنا حقود ترى كثير، أحب الانتقام. أنت بتنتقم؟ بحب أنتقم. يعني أنت هلأ بتنصح نارين تنتقم؟ ول لا ما برضه. شوف، بدها تسامح تسامح، هي حرة. شو رأيك انت بالموضوع؟ شوف، بالأخير احنا كمان يعني متربيين الحمد لله أولاد على وناس، و يعني بقول لك يا جد هاي 100%، يعني مش عشان سوشيال ميديا ولا شيء. احمد مستحيل الاعتذار طلع عشان سوشيال ميديا. احمد بينه وبين حاله فاهم علي، عنده هذا الضمير الحي كثير اللي فاهم علي، بيكون جد متضايق من الموضوع.
انه هو غلط، هو شايف حاله جد غلطان. بس كتير حلو انه يعمل اللي هو هيك موقف ليفرج للعالم انه هو غلطان، انه اذا واحد غلط لازم يقدم اعتذار. اه صح، ومش يحقد. سهل كثير تكابر، ما هو السوشيال ميديا سهل كثير تكابر. هلا اذا هو تكابر هي تكابريت بتزيد الشهره السلبيه اللي انت عم تحكي عنها. ما هو اه بالضبط. خبرنا اكثر، انت ربيت بالامارات، كيف أيوه. كانت هون، كيف ربيت؟ خبرنا اكثر عن هذا الموضوع. مدرسه ما كنت احبها طبعا، يعني ما كنت اطيقها بالمره، انه كل ولد صغير او حدا صغير يعني عامه بكون بدور عن هويته بالمدرسه. صح، هلا انتم بالمدرسه بكون عندك الشاب اللي ايش، لعيب كره كثير، عندك الشاب اللي بيحضر كرة كثير، عندك مثلا الشاب الذكي اللي بيدرس، كل واحد له هيك الايدنتيتي تبعته، والناس اللي عندهم نفس الايدنتيتي بيلتموا على بعض بالعاده. صح مزبوط. فبصفي لو انت ما عندك هاي الايدنتيتي واضحه بالعاده بتاكل هوا. يعني انت ما كنت تعرف شو هويتك لما كنت بالمدرسه. صح؟ ايوه. فبتقعد تنطنط من شغلات يعني، وضلك تحاول يعني. شو كنت تحاول بشو؟ انا اخر شيء لقيت حالي بالدراسه. اه كنت حاب تدرس؟ لا اخر شيء لقيت حالي بالدراسه، يعني انا طول حياتي علاماتي كويسه، بس ما كنت فاهم علي متفوق. صف سابع قلت لحالي خلاص بصير الاول، فصرت الاول، فساعتها صارت الهويه تبعتي انه انا اول على المدرسه، اذا خلاص كل حدا بالمدرسه عارف انه هذا اول، فنوعا ما بتعملك خلاص تعملك جوك. كيف اثر هالتغيير عليك؟ لا ربنا الله، انا عندي فاهم في اصحاب لهلا بحياتي من كي جي 1. ماشي، بس يعني وقتها بس تلاقي الاشي تبعك خلاص بتلاقي ناس يعني فاهم علي، سأثر عليك انك عملت اصحاب اكثر. اه بتلاقي دوائرك، الناس اللي بتقدر تمشي معها. بتحس اصلا في ضغط علينا نحن كشباب لما بنكون بالمدرسه بدنا نلاقي هويتنا، لانه مثلا لو ما عندك بتنمروا عليك، لو ما عندك بتنمروا عليك، وكلنا بنخلق بعده طرق. مثلا انا كنت دائما صبي القصير الناصح بالمدرسه. اوكي خلص اه بتلبسك. ايه، ومره بصف حكيتها بغير حلقه، رفع ايده تلميذ بصف المدرسه، صف تاريخ او جغرافيا ناس. ايه رفع ايده قال استاذ ليه كلنا عم نطول بالطول وروحانا عم يطول بالعرض؟ حرام. ف حقير. ايه هلا ليك بقولها وبتضحك هلا، بوقتها زع كثير اثرت علي. طبعا طبعا. فالهويه للاولاد الصغار عن جد بتكون شيء صعب، وبتضلك عم تجرب تفتش على هويتك. بس اخطر شيء لما تبلش تفتش على هويتك بالعالم المشهوره، لانه بتصير تقول مثلا هيدا انسان مشهور بدي اكون بشبهه، ولا هاي انسان مشهوره بتكون بدي اشبهها. فهلا انت صرت من تاني ميل من الملعب، يعني انت صرت المشهور اللي الاولاد الصغار عم بيتمثلوا فيك، وعم بيقولوا بدي لاقي هويتي، بدي اكون بشبه عمر بروب، بدي احكي مثله، بدي يكون رايي مثل رايه. غريبه هاي. غريب لا غريبه صراحه، عم تحط عليك وزن هيك نوعا ما، عرفت عليه. بس انت عقد الوزن. لا ان شاء الله ان شاء الله، بس يعني هو عامه يلاقوا شيء ايجابي يكون فاهم هويتهم. ما بحس بحس الصغير وما عنده هويه كمان، يا ماما ممكن توافقنا بأي شغلة، لو ما عندك هوية بتتأثر بالتنمر أكثر من شخص عنده هوية، عشان عندك هوية بترجع لأشي. وخصوصا لما ما عم تخبر أهلك، أو في تنمر بالبيت من الأهل على الأولاد كمان. أخو الأكبر كلنا تعرضنا له. عادي. أنت تعرضت لتنمر من أهلك بالبيت؟ عادي عادي، بحبهم على الأشي هذا يعني إيجابي كان. هلأ صرت لي إيجابي؟ صراحة إيجابي. بوقتها ما كان إيجابي. بوقتها؟ بوقتها هو اكثر ايش كان على الوزن مثلا، يتنمر عليك اهلك على وزنك. نصحانه هيك، ما بسميها تنمر، بسميها هيك انا شو حب عنيف. تفلوب. ليه بتعتبر العالم بيلعبوا دور الميزان؟ هلا شوف، في ناس من محبه، العيله بتيجي من محبه. بس في ناس ما بتيجي من محبه، في ناس بتيجي بدها تنكسك او 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 بدها تلعب نفسيتك. فدتك بالحياه انه حدا يتنمر على وزنك؟ نوعا ما خلتني افهم سالفة الوزن من عمر صغير. دخلت كل اللوبس اللي ممكن تدخلها، دخلت لوبس السعرات الحرارية احسب، دخلت لوبس اللي ايش العب رياضة اوفر كثير. سو انت سقفت حالك على مواضيع الاكل و... بالضبط. بس ممكن مش احسن طريقة يعني، بس ضبطت على القليل يعني. لهلا ضبطت. لهلا لما اكون بدي مثلا، انا شايف مثلا حالي جسمي مش عاجبني، بقدر اغير بسرعة. بس بدي اقول لك شيء، يعني انت بعدك بعشريناتك، فخطواتك السهله اللي عم تستعملها لما توصل ل30 بيصيروا ابطا وبعدين. طبعا طبعا صح. بس بدي احكي انا وياك عنا شغله نشبه بعض فيها، اللي هو الاضطراب بالاكل. انا سمع كذا مره حكى انه عندك اضطراب بالاكل. كان في اضطرابات غريبه. كان في اضطرابات غريبه. فسر لي اكثر عن هذا الموضوع. جتني فترات ستارفيشن، تجويع. اجتك فتره كنت تجويع حاد كثير يعني، هذا شيء كتير خطير. جتني سنتين أروح على المدرسة ما بأكل إشي بالمدرسة بالمرة مثلا، برجع على البيت بأكل هيك عينات. وطبعا عادي ضلت بهدل على الموضوع، أهلي ضلهم يتبهدلون على الموضوع، خلاص مش سامع هذا. بس بدي أخذ لحظة هون أقول للي عم يحضرونا، طريقة التجويع
انك انت ما تاكل كرمال تنحف. هيدي طريقه ليه خطره لعالم ما بتعرف، لانه جسمك بيخاف، فاول ما تضعف بسرعه بطريقه التجويع شيء انك تاكل شيء صغير بتد الوزن، حتى بتد الوزن دبل. يعني طبعا خطره، لانه انت كانك عم بتعرض جسمك لخطر انه ما بقى رح يفوت فيه اكل، بطل يحرق كثير اصلا. بس خبرني، يعني انت صار عندك تركيز كثير على شكلك. بس انا وصغير ليه ما كنت تحس حالك حلو؟ يعني انا اللي فاهمه انه انا كنت بدي اغير بسرعه كثير عشان غالبا الموضوع كان جمالي، وغالبا الموضوع كان يجي من ايش؟ عدم حب للذات يعني بالاخير. بس حلو الموضوع، حدا منكم من المتابعين عم يحضرونا تخيلوا بحياتهم بحياتكم ان عمر بالروب رح يحكي عن حب الذات؟ انا عم اتفاجئ. ايش فيها؟ لانه في كتير رجال بيستحوا يقولوا حب الذات، في كتير رجال بيقولوا اكيد انا عندي ثقه بنفسي، انا ما بخاف، انا رجال اكيد عندي ثقه، شو يعني حب الذات؟ في كتير رجال عندهم هالفكره انه حب الذات للبنات شو يعني. لا انا بشوف انه مشاكل الرجوله معظمها ترى حتى مشاكل اللي بتصير مع الاسلام حاليا اللي هي الديماسكلينايزيشن اللي عم بحده من الرجوله نوعا ما وشو ما يكون، كلها بتيجي من عدم حب ذات. ليش؟ عشان الناس ماخذ حب الذات انه شيء منعنا. اوكي نعم. لا بس حب الذات من منحنى تاني اللي هو ايش؟ انه انا لما اقول مثلا اني بدي اروح على الجيم التزم سنه، ما التزم، انا شو عملت بحالي؟ انا كرهت حالي بحالي. اوكي، فانا اخذت حب الذات من منظور ثاني اللي هو انه انا بعطي حالي اللي بدي اياه، انا اولويه حالي. طيب اذا لما اكون بدي اعمل إشي بعمله عن جد، وهذا الإشي بزيد حبي لحالي. فانت بالنسبه لك كره الزيت لما انت كتير تزيد على حالك توقعات انت مش قادر اصلا تعملها. بالضبط، يعني انت ما سمعت لحالك، انت عم بتتوقع من نفسك انه تفشل. اللي شفته بالاخير اللي صار معي انا التغيير الجذري تبع هاي السنه اللي هو كل يوم حسن من حالك شوي، دعسيت صغير، حسنت حالي مثلا من ناحيه رياضه. اذا انا عملت إشي، قرات كتاب، اذا انا عملت إشي، قرات سمعت بودكاست، نوعا ما حسنت بحالي. مدامني حسنت بحالي انا راضي عن حالي. النجاح بالنسبه لك والتطور والتحسين بيجي بدعسه صغيره بنعملها كل يوم. ليه بتعتقد الرجال العرب ما بيحكوا عن احاسيسهم ومشاعرهم؟ لو تروح عند اي حدا كثير اشخاص غلط تحكي له مشاعرك، مثل ما عم نشوف في نسبه كتير من الرجال عم بيوصلوا للانتحار ولا عم بيوصلوا لمشاكل صحيه لانه بيكبتوا مشاعرهم. بس الحياه صارت معقده اكثر حاليا. اوكي، وفي إشي ما بنقدر ننكره انه زمان الناس كانت تحكي مع بعض. اوكي، كان في دائما شخص باخذ نصايح منه، شخص حكيم او فالاستشاره دائما كانت إشي موجود، بس انه استشير الحد الصح. وصلنا لاخر الحلقه، ميرسي كثير عمر لانك جيت. اشتركوا بقناه مزاج، كمان اشتركوا بقنوات عمر، ومتحمسين نشوف كل محتواك الجديد. يلا، سي يو ليتر. باي. خلص، انا شو بدي اسوي، ما فيني غير الموضوع او غير شو عم بيصير.